رجعنا مع حضراتكم مرة تانية والنجم إسحاق أول. إسحاق بنرحب بيك مرة تانية، وخلينا من خلال التقرير نرجع لورا شوية. نرجع لورا شوية يمكن من نيجيريا، نرجع في نيجيريا. إزاي بدأت الكورة والمحطات اللي أنت مريت بيها مرورا بنيجيريا لوجودك هنا مع فريق أسوان ودخولك النادي الأهلي؟ أول حاجة بس بحب أشكر قناة النادي الأهلي وبرنامج بيت الكبير ده، لأن فعلا هو زي اسم النادي الأهلي، هو بيت الكبير اللي مجمع أولاده كلها في أي وقت أولاده يهتموا بيه، فدي حاجة. منورنا كده. الله يخليك. فطبعا احنا بداية الكورة هناك، واحد مش يعرف يقول إمتى بدأ. أنا لقيت نفسي بلعب كورة ما أعرفش البداية إمتى، بنلعب في الشارع مع أصحابنا في الشارع على طول، حد ما واحد بدأ يكتشف فعلا لا هو من المميزين الموجودين. فبدأ أمور يتطور، نروح الأندية نلعب بطولات بتاع المناطق كده، كل منطقة مسابقات صغيرة. بعد كده لقيت ناس كبيرة اللي هم أكبر مني سنا بدأوا يستعينوا، يقول لا تعالى أنت لازم تيجي تلعب معانا والكلام ده. من أول كان في خوف كده عشان واحد ما يتعورش، فارق قوة والكلام ده. لكن واحدة واحدة اندمج معاهم بقى، كمان وسطيهم كمان مميز. فأمور بدأت تمشي بشكل كويس، حد ما ربنا كرمني دخلت نادي بقى في سن 13 سنة، كان نادي درجة تانية اسمه NUB. ده كان شركة البنك عاملين قطاع الناشئين وفريق الأول، فروحت اختبرت والحمد لله نجحت وفقت والحمد لله. فمن ساعتها بدأت مشواري، كملت معهم سنتين ثلاثة لحد ما طلعت فريق الأول. من هنا أنا عندي 16 سنة بقيت بلعب أساسي مع الفريق. ما شاء الله. 16 سنة و 18 سنة جيت مصر. 98 كان عندك 18 سنة طبعا. لحد اللحظة دي انت ما يعني ما تحركتش ولا رحت قاعد في المعادي من ساعتها وانت قاعد في المعادي. موجود هنا لكن بسافر انا طبعا فاهمة. بحكم بس لكن انت قررت اقعد هنا في مصر. قررت تقعد في مصر؟ يعني اللي جاي في مصر كمان. القرار ده جالك ازاي برضه عشان الناس تفهم؟ يعني في بعض المحترفين دايما المحترفين بيجوا لهدف معين، النادي الاهلي نادي كبير جدا، المحترف بيجي اكيد طبيعي جدا في بيأمن مستقبله من الناحيه الماليه، بيأمن مستقبله من الناحيه الفنيه، انه عنده طموح يكسب بطولات مع النادي الاهلي ويمكن يكون محطه لاحترافه. وشفنا نجوم كبيره احترافه من خلال النادي الاهلي ومن بعض الانديه المصريه. اصرارك على وجودك في مصر كان، احكي لي قبل ما اصرارك دوت دخولك النادي الاهلي، انت رحت لعبت في اسوان وبعد يعني احكي لي الخطوات ديت عشان الناس تعرف كمان دخولك النادي الاهلي كان ازاي. طبعا بعد ما جيت مصر عن طريق كابتن منير حسن وكيل اللاعبين، فهو اللي جابني من نيجيريا. ساعتها كنت بلقى في ليجوس بعد ما انا انتقلت من نادي اللي انا كنت فيه في بلدي اللي هي كادونا. قعدت سنة هناك لعبت الحمد لله، عملت موسم كويس، كنت من أنا هداف الفرقة، كان في دوري ممتاز. دوري ممتاز. كان في حد ممكن تعرفه اسمه فيكتور أجالي، كان معاكم. فيكتور أجالي طبعا. في ألمانيا برضه في شالكة. مظبوط. كان هو في نفس النادي معانا. فلما جيت هنا رحت اختبرت في نادي أسوان. الحمد لله نجحت بقيادة كابتن محمد عامر. كابتن محمد عامر كان المدير الفني بتاعك. كان المدير الفني بتاع أسوان. كابتن محمد عامر احد نجوم النادي الاهلي واساطير النادي الاهلي طبعا ويعتبر زي الوالد يعني بالنسبه لي. حاجه محترمه كده بحبه قوي. فالحمد لله ربنا وفقني، دخلت فوق اختارني انا وواحد تاني اسمه ديفيد من ليبيريا. فمن هنا بدانا نقعد هناك في اسوان. ساعتها كان ما تمش تسجيل عشان كان موسم بدع، قعدنا نتمرن حد ما يجي بين الدورين. اتمرنت لغايه تقريبا يناير وبعدين جينا في شهر 8 تقريبا او شهر 9، قعدنا كل الفتره دي تمرينات بس وبيعمل لنا ماتشات ودي عشان نبقى مستعدين. فالحمد لله لما جه بين الدورين تم تسجيلنا بدانا نلعب. الحمد لله كان في توفيق من عند ربنا، عملت موسم كويس. اول ماتش لعبت قدام من نادي الزمالك وعملت ماتش كويس. بعد كده أمور بدأت تمشي معايا، بدأ أحرز أهداف كويسة وأساعد الفريق. كان فريق كان
كل اللي جابه في الدور الاولاني كان 5 نقط. لكن الحمد لله ربنا كرمنا لما بدانا الدور الثاني احنا بقينا ثاني فرقه تجمع اهداف بعد نادي الاهلي. ما شاء الله. نادي الاهلي هو بطل طفره في الحمد لله. الجزء الثاني من الموسم. الجزء الثاني كان احنا احسن فرقه بعد النادي الاهلي. فالحمد لله من هنا بقى وانا جبت اهداف كويسه وكثيره وسمعت بشكل كويس وادائي كويس، كل الناس بتحبني في اسوان واللعيبه. فجي موضوع النادي الاهلي برضو عن طريق كابتن عامر. الحمد لله. كابتن محمد. عن طريق كابتن محمد. عشان كان ساعتها كان في عروض ثانيه جت من نادي اسماعيلي ونادي الزمالك ونادي المصري. فطبعا كل حاجه بتحصل بروح بكلم معاه. يقول لي لا انت ما تروحش اي حته، انت ان شاء الله تلعب في النادي الاهلي بس. هو كان بيقول لك كده كابتن محمد. بيقول لي فقلت له ان شاء الله ما فيش مشكله، طبعا انت شايف نادي الاهلي نادي الاهلي. طبعا احنا قبل ما اجي بعرف نادي الاهلي ونادي الزمالك. اكبر طبعا. وانت بتلعب في نيجيريا. وانا في نيجيريا. لكن كان احنا كان معظم النيجيريين لنا ميول لنادي الزمالك بسبب ايمانويل. ايمانويل كان هنا كان بيلعب فبنشوف بنتابعه فزمالك زمالك فكان في دماغنا. حتى بعد ما انا جيت هنا كنت فاكر ان الزمالك هي الرقم الاول. انت كنت فاكر كده؟ كنت فاكر كده. عرفت بقى وبعدين وبعدين لما جيت مصر بعدين لما جيت مصر بقى لقيت جو مختلف. اقول الزمالك يقول لي انا زمالك لا نادي الاهلي هو رقم واحد رقم الاول. قلت له طب ازاي يعني؟ كنت بشوف الزمالك بتيجي تلعب في نيجيريا وبيلعبوا. فعرفت ان كان في قصه حصلت في نادي الاهلي توقف مش عارف سنتين ما شاركش في ال هو عامه طبعا الاهلي النادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر ناديين في مصر طبعا على مستوى الشعبيه اكيد النادي الاهلي اكثر شعبيه لكن طبعا النادي الزمالك والنادي الاهلي قامتين وقمه من الكره المصريه يعني. طبعا اكبر انديه في افريقيا بس افريقيا كمان مش في مصر بس.